وبالمناسبة كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق هو كمان قال كلام مهم جدا، وأكد أن الفوز خطوة مهمة ولكنها ليست حاسمة للبطولة، وأكد طبعا أن المشوار لسه قدامهم طويل وهناك العديد من التحديات اللي هيواجهها الفريق إن شاء الله واللي بيسعى جاهدا إلى تجاوزها. فتعالوا برضو نستمع كده ونتابع جزء من كلمات وتصريحات كابتن سامي قمصان. اتفضل. زي ما انت قلت مباراة مهمة بالنسبة لنا، اي نعم مش هي اللي هتحسم البطولة الدوري، لكن مهمة، خطوة مهمة جدا وبطولة مهمة جدا. وانا عارف جمهور النادي الاهلي مستني قد ايه المباراة ديت، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبة النهاردة الحمد لله كانوا رجالة جدا وادوا اداء مميز جدا. اعتقد الحمد لله النتيجة مستحقة، اداء ونتيجة، لكن هي خطوة نحو الدوري، لكن مش كل الدوري يعني. اشكرهم طبعا، اشكرهم على الجهد دوت، على التعب دوت، على التحدي دوت والاصرار، اللي هو لعيب النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي مختلف. فاعتقد الحمد لله بياكدوا المفهوم دوت الناس. وزي ما انت قلت الجمهور بعد ربنا دعم كبير جدا، والنهارده ادى باور كبير جدا للعيبه. اتمنى ان شاء الله الجمهور يرجع اكتر واكتر، يدينا دعم اكتر واكتر، واتمنى ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنهم، ودايما ان شاء الله نرضي طموحهم، وان شاء الله نكون احسن ان شاء الله.